معانا زميلتنا روزان نصر علشان تطلعنا بقى على كافه الاخبار اللي معاها النهارده. الحقيقه ان هي معاها عدد كبير من الاخبار متعلقه باستعدادات النادي الاهلي لمباراه سيمبا، ايضا اكيد عندها يعني اخبار كتير عن المنتخب الاولمبي وعدد بقى من الاخبار كمان العالميه. بنرحب بيك يا روزان معانا. برحب بيك يا مريم، برحب بيك يا احمد، برحب طبعا بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. الحقيقه فعلا زي ما قالت مريم معايا اخبار كتير جدا متعلقه بالنادي الاهلي، واكيد هنبدا بالفريق الاول ويواصل بقى الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي تدريباته الجماعيه اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيره، وده طبعا استعدادا لمواجهه فريق سيمبا التنزاني في اياب دور ربع نهائي لبطوله دوري ابطال افريقيا في اللقاء المقرر اقامته مساء يوم الجمعه المقبل على ملعب القاهرة الدولي. كان كمان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استأنف تدريباته مساء أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمباراة سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. وينظم لاعبين طبعا الأهلي الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دوليين، ينتظم طبعا في ميرانو الفريق اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. كان كمان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر يعني منح لاعبين الفريق الأحمر الدوليين راحة من ميران الأمس. خليني بقى طبعا أتوقف هنا وأسألكم على توقعاتكم لمباراة يوم الجمعة أمام سيمبا التنزاني. هي بالتأكيد مباراة مش سهلة على الإطلاق. فريق سيمبا على فكرة من الفرق المحترم جدا واللي بيتطور من سنة للتانية. يعني سيمبا اللي احنا لعبناه يوم الجمعة اللي فاتت فريق عنده عناصر محترمة جدا، فريق قدر يمثل خطورة. الحقيقة أنا لازم أشيد بمصطفى شوبير اللي جماهير النادي الأهلي طبعًا تقريبا أجمعت على أنه أوفا هو نجم مباراة الذهاب، لكن كولر أدار المباراة بذكاء. يمكن تتحفظ على أداء النادي الأهلي، يمكن تشوف أنه كنا التوفيق حلفنا لدرجة كبيرة جدا أنك أنت تخرج بمكسب في تنزانيا، لكن في النهاية أعتقد أن كولر تعامل مع المباراة في ظل الظروف والمقدمات والجو ورمضان وسفر وقدر يطلع بالمطلوب، وهو المطلوب إثباته. يعني لازم أدي كولر حتى لو كنت مش مقتنع بالأداء قوي بنسبة أو أديله 10/10، لكن النتيجة ومحصلة نهائية شابو طبعا مارسيل كولر لأنه عارف يتعامل مع فريق محترم صعب. خدي بالك الأهلي ما كسبش سيمبا في تنزانيا ولا مرة، فبالتالي أنه وخدي بالك لما تبصي كمان لنتيجة دور الثمانية أو الجولة الأولى في دور الثمانية في الأربع ماتشات أو في الثمانية الكبار هتلاقي إنه الأهلي الوحيد اللي قدر يحقق الفوز، لا مازيمبي ولا بيترو أتلتيكو ولا ترجي ولا سان داونز ولا أنجا أفريكانز حققوا فوز، كل الماتشات انتهت تعادل 0-0. لكن ده ما يعنيش إن المباراة اللي جاية المباراة، وخدي بالك برضو إن عبد الحق بن شيخة مدير الفني لسيمبا مدير فني محترم جدا جدا وقدر يطور كمان من أداء سيمبا بشكل كبير، فبالتأكيد وما عندوش حاجة يخسرها. يعني هو جاي القاهرة اوريدي خسران، فبالتالي هيرمي بكل اوراقه في مباراه الجمعه. عشان كده بقول انه دور جمهور الاهلي مهم جدا جدا في مباراه الجمعه اللي جايه، وان شاء الله كلنا ثقه في انه الاهلي يقدم جيم كبير ويتاهل ان شاء الله لنصف النهائي ان شاء الله. كمان يمكن روزانتي بتسالي عن توقعات، الحقيقه ان المباريات دي في الادوار دي خاصه ان احنا كسبانين هناك على ارضهم يمكن اكيد التوقع صعب جدا، لان يمكن الجهاز الفني الخاص بسيمبا وفريق سيمبا فكرة الخسارة على أرضه أكيد هيكونوا عايزين يردوا هنا طبعا، وأكيد هيكونوا عايزين هم يعوضوا هذه الخسارة، فأكيد استعدادات نادي سيمبا هتكون كبيرة جدا وقوية جدا. ولكن على الجانب الآخر أيضا احنا يمكن كان كريم أحمد زميلنا طبعا موجود معانا من مقر النادي الأهلي بالجزيرة منذ قليل واتكلم عن محاضرة الحقيقة فنية مطولة لمستر مارسيل كولر، يمكن كانت 45 دقيقة أو ساعة لربع، فأكيد كان يمكن كان زي ما أحمد بيتكلم دلوقتي إن كان في بعض التحفظات وبعض كمان التعليقات على أداء النادي الأهلي بغض النظر عن النتيجة. فأكيد مستر مارسيل كولر عنده رؤية مختلفة لمباراة يوم الجمعة. يمكن الفريق عندنا ظروف كتير مختلفة في صفوف فريق النادي الأهلي، سواء إصابات سواء إجهاد كمان للعيبة الدوليين اللي انضموا مباشرة بعد أكيد البطولة الدولية بطولة كأس عاصمة مصر، وكان الحقيقة بيعانوا من إجهاد خاصة إن هم شاركوا في يعني
فترات طويله جدا من الماتشات الخاصه بالمنتخب، فعلشان كده احنا صعب قوي ان احنا نتوقع، ولكن هتبقى مباراه صعبه جدا في ارض الملعب، خاصه في استعدادات قويه جدا من قبل الفريقين، سواء نادي سيمبا عايز اكيد يرد هذه الخساره اللي حصلت على ارضه، او بالنسبه للنادي الاهلي كمان اكيد عايز يعني يعوض التحفظات اللي كانت موجوده في الاداء طبعا. بس اعتقد ان احنا بنبدا اللقاء ده يا مريم واحنا بنستفيد من افضليه التقدم بهدف، فبالتالي طبعا يعني السيناريو طبعا، والاهلي لو سجل هدف في الاول اعتقد يصعب بشكل كبير جدا مهمه على سيمبا، وبالتالي رهاني على انه الاهلي يبدا بالتسجيل، السيناريو انه الاهلي يسجل الاول تقريبا يموت المباراه ويصعب بشكل كبير جدا من مهمه سيمبا، وبالتالي هتبقى الافضليه لينا، اعتقد هيفتحوا الجيم هيندفعوا هجوميا، وممكن كولر يلعب على الحته دي، وان شاء الله باذن الله في وجود تالق الحقيقه، سواء كنت بتكلم على كهربا، رضا سليم، حسين الشحات، بيرسي تاو، او حتى وسام ابو علي لو خد جزء من المباراه، كلهم عندهم الخبرات الكافيه اللي تخليهم يحسموا ان شاء الله المباراه لصالح الاهلي باذن الله. انا عايزه اقول لكم ان جماهير النادي الاهلي يعني برغم صعوبه المباراه ولكن يعني متفائلين بشكل كبير ان شاء الله ان النادي الاهلي هيقدر يفوز في مباراه يوم الجمعه ان شاء الله المقبل ان شاء الله. طلب بقى النادي من الاتحاد المصري لكره القدم الافاده بالاجراءات التي قام بها تجاه مخالفه محمد الشيبي لاعب بيراميد للوائح الاتحادين المصري والدولي لكره القدم ولجوءه للمحاكم المدنيه احترم الجميع دورها وقدسيتها برفع طبعا دعوى قضائيه ضد حسين الشحات لاعب الاهلي تحدد للنظر فيها يوم 18 ابريل الجاري. جاء ذلك في خطاب ارسله النادي الى اتحاد الكره امس الاول لاستبيان الموقف بعد مرور اكثر من 3 أشهر ولم يتم حسم الامر، وكان نص الخطاب كالاتي: ترفع اليكم وبشكل عاجل قيام محكمه جنح مدينه نصر بتحديد جلسه 18 ابريل الجاري للنظر في الدعوى التي اقامها محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز ضد لاعبنا حسين الشحات وبالمخالفه الصارخه للوائح الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم والتي تمنع لجوء أي من عناصر اللعبة للمحاكم المدنية لفض أي نزاع رياضي، بل ولم يعبأ صاحب الدعوة بقرار اتحادكم الموقر الذي أحال الشيبي إلى لجنة الانضباط منذ 3 أشهر للتحقيق واتخاذ اللازم قانونيا قبل أن تنتقل ملفات وقضايا كرة القدم إلى ساحة المحاكم التي يعتز الجميع بدورها وقدسيتها، ولم يتم اتخاذ أي قرارات حاسمة بخصوص هذا الملف حتى الآن، هذا بالرغم من تأكيدكم الواضح في كتابكم الوارد إلينا بتاريخ 4/1/2024 على أن اللاعب محمد الشيبي خالف لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم ولائحة فيفا وتمت إحالته للجنة الانضباط، وأن ما وقع بين اللاعبين الشحات والشيبي جاء في حيز المباراة طبعا وضمن الأحداث المتعلقة بها وهو ما ورد في تقرير مراقب المباراة، وتمت الإشارة إلى كل ما سبق في خطابكم إلينا، كما ورد أيضا أن لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة صاحبة الاختصاص في توقيع العقوبات المتعلقة بالأحداث التي تقع أثناء المباريات قامت بمعاقبة اللاعب حسين الشحات، وتم تأييد هذه العقوبة من قبل لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، وأن الأهلي يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام كافة الجهات الدولية وفقا للوائح والقوانين. طبعا خبر بقى مهم جدا وهيسعد كل جماهير النادي الاهلي، بيبدا محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر تنفيذ المرحله الاخيره من برنامجه التاهيلي اليوم الثلاثاء في التتش، وعاد محمد الشناوي الى القاهره خلال الساعات الماضيه بعد ان خاض مرحله من العلاج الطبيعي في المانيا بسبب اصابته في الكتف، واكد الدكتور احمد جاب الله طبيب الاهلي ان الشناوي سوف يواصل برنامج التاهيل بدايه من اليوم بعد الاطمئنان على سير البرنامج الذي يؤديه بالتنسيق مع الخبير الذي اجرى له جراحه الكتف في وقت سابق، واوضح ان حاله الشناوي مطمئنه للغايه ويتقدم بشكل مستمر في تنفيذ مراحل العلاج تمهيدا للعوده الى التدريبات الجماعيه. كان كمان الشناوي قد خضع لجراحه في الكتف بالمانيا بعد ان تعرض للاصابه خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية. طبعا ده خبر الحقيقة مهم جدا. طبعا يعني الحقيقة الشناوي وإمام الاثنين بما أن إصاباتهم في يعني الجزء العلوي من الجسم أعتقد، والحمد لله الاثنين يعني طمنا على نجاح العمليات شوية، ده يمكن يسرع من عملية عودتهم على الأقل للتدريبات، يعني الإصابة في الكتف عموما ما تمنعش من الحركه او الحفاظ على الاقل على مستوى معين من اللياقه البدنيه، وبالتالي فرصه ان هم
خصوصا ان احنا بعد كده هيبقى داخلين على مراحل اصعب ان شاء الله. لو قدرنا نتخطى سيمبا هيبقى عندنا نص نهائي ومن بعده نهائي، هنحتاج بالتاكيد خبرات كبيره جدا للشناوي، قائد مش بس في الملعب لكن جوه الملعب كمان. امام الحقيقه تاقلم بشكل سريع جدا مع النادي الاهلي وبقى واحد من اللاعبين المميزين، فبالتالي عودتهم ان شاء الله تكون قريبه ما تاخدش الوقت اللي احنا كنا متوقعينه. يمكن ياسر اليو ديانج ياخدوا شويه وقت، لكن ان شاء الله باذن الله اعتقد مثلا يعني نص الكوبايه المليان انه اوفا مثلا الفرصه اللي حصل عليها والحصول على ثقه جماهير النادي الاهلي ما كانتش ممكن تحصل لولا ابتعاد الشناوي نتيجه الاصابه. رامي ربيعه تالقه الملفت الحقيقه مع الاهلي ومع منتخب مصر في الفتره الاخيره، التفاهم اللي وصل لمرحله عاليه جدا بينه وبين منعم، ما حسسناش بغياب ياسر ابراهيم، بل بالعكس انه الاثنين بقوا الاساسيين في منتخب مصر ودي برضو اضافه. فبالتالي الاهلي بمن حضر دي كلمه ما بتتقالش كده يعني، لا حقيقي الاهلي بمن حضر ورهن على كل اللعيبه اللي ان شاء الله تكون جاهزه فيما هو قادم من تحديات مش بس مباراه سيمبا. الحقيقه فعلا يا احمد انا كنت عايزه اقول ان يمكن اصابه الشناوي سلاح ذو حدين، اكيد نتمنى له كل السلامه، ولكن طبعا وجود مصطفى شوبير شفنا ان هو يعني تم وضع ثقه الجهاز الفني فيه، والحقيقه ان هو طلع قد الثقه دي، وشفنا جماهير النادي الاهلي كلها ويمكن الجهاز الفني كمان اشاد باداء مصطفى شوبير، فاكيد كانت فرصه كويسه جدا، ولكن وجود الشناوي طبعا مهم جدا في ارض الملعب بالنسبه لجماهير النادي الاهلي وبالنسبه للجهاز الفني، والحقيقه فعلا زي ما احمد قال يمكن من ضمن القياده في ارض الملعب. من ضمن الكومنتس اللطيفه جدا، انتوا عارفين ان اول ما شوبير ابتدى يشارك او ياخد فرصه كان السنه اللي فاتت في الدور في مباراه النهائي بتاعت دوري ابطال افريقيا هنا، وابتدت الناس كتير جدا الولد كل ما ياخد فرصه او يقف يجي له فرصه انه يقف جول كيبر في النادي الاهلي، ابتدت الناس تقول لك ده بيلعب بالواسطه، ده بيلعب عشان هو ابن احمد شوبير، الكلام ده اتقال كتير على شوبير في بدايه المشوار. لكن بعد حاله التالق الكبيره جدا وبعد انضمام المنتخب مصر وبعد العروض الهائله اللي قدمها الحقيقه اللي كسب بيها بدون شك وبدون مجامله او يعني بدون تشكيك في قدراته انا غالبا عارفه الكومنت اللي انت هتقوله، ثقه جماهير النادي الاهلي بشكل عنيف وسريع جدا. الناس تقول لك بقت تقول انه كابتن احمد شوبير بيشتغل في اعلام عشان هو ابو مصطفى شوبير. يعني كان الاحترام طبعا ضغط كمان ضغط، انا بيتهيألي هو شخصيا ممكن يبقى سعيد بكومنت زي ده، لكن ده بياكد قد ايه الناس حاسه انه مصطفى شوبير اكتسب المكانه اللي هو او الثقه اللي هو يتمتع بيها نتيجه كفاءته ومستواه الحقيقه طبعا العالي جدا. بالظبط، يمكن كمان مصطفى يعني اللي عجبني فيه ان هو كان واثق برغم كل الاحداث وكل الكلام اللي كان بيتقال، طبعا اكيد سمع كتير ان هو عشان الواسطه والكلام ده، ولكن هو فضل مركز والحقيقه اثبت كمان تركيزه يعني داخل الملعب. مصطفى الحقيقه كويسه جدا ويمكن بالزبط. ما بينتبهش لكل التعليقات اللي بتكون موجوده عليه، وده اللي احنا شفناه الحقيقه في كل الاختبارات اللي تم وضعه فيها خلال الفتره الماضيه مع النادي الاهلي. بالفعل، من بقى محمد شناوي لوسام ابو علي، اقترب الفلسطيني وسام ابو علي مهاجم الاهلي من اللحاق بمباراه فريقه امام سيمبا التنزاني يوم الجمعه المقبل باستاد القاهره في اياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا، بعد ما انهى اللاعب برنامجه التاهيلي للاصابه التي لحقت وكانت عباره عن شد في العضله الخلفيه. وغاب وسام ابو علي عن الاهلي في عده مباريات بسبب شد الخلفيه، ابرزها الزمالك في نهائي كاس مصر، ثم البنك الاهلي في الدوري، واخيرا سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. قبل ان يتعافى اللاعب ويصبح جاهز من الناحيه الطبيه للمشاركه في مباراه الجمعه المقبل، ولكن القرار النهائي من ضمه الى قائمه لقاء سيمبا ومشاركته في المباراه طبعا وجهه نظر مارسيل كولر. توقعاتكم هيحطوا اساسي ولا لا؟ اعتقد ان المباراه اللي جايه دي بتاعت كهربا اكتر، واعتقد حتى لو سام جاهز ممكن كولر يفكر فيه في جزء في المباراه، يعني يديله جزء عشان يكتسب حساسيه الماتشات. وسام بروفايل الاهلي محتاجه جدا، مختلف جداً تماما عن مودست وعن كهربا، كل واحد من الثلاث مهاجمين عنده امكانيات وعنده بروفايل مختلف تماما عن التانيين، فاعتقد انه وسام هيكون اضافه، واعتقد انه ممكن كولر يفكر انه الدفع بيه على الاقل بشكل اساسي ممكن يكون مجازفه حتى على وسام نفسه ممكن يحتاجه في ماتشات جايه بعد كده، لكن اعتقد انه الاقرب ممكن يكون كهربا. وسام الحقيقه وجوده مهم جدا يا روزان، يمكن هو ما شاركش مع النادي الاهلي لفترات كبيره او مباريات كتير، ولكن تواجده الحقيقه مهم جدا، يعني اتمنى ان احنا اكيد نشوفه في سكواد يوم الجمعه. يعني هو خبر حلو ان هو خلاص بقى جاهز بشكل اساسي ان هو ينضم للفريق في المباريات، فده خبر حلو سواء شارك بشكل اساسي في مباراه الجمعه او لا.
تصل بقى بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيمبا التنزيلي إلى القاهرة صباح غد الأربعاء استعدادا لمواجهة الأهلي في إياب دور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويحل فريق سيمبا التنزيلي ضيفا على الأهلي في اللقاء المقرر إقامته في 10 مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب القاهرة الدولي. وحدد بطل تنزانيا الذي يقوده عبد الحق بن شيخة غدا الأربعاء موعد للوصول إلى القاهرة على أن يخوض تدريبه في القاهرة قبل موعد المباراة. ومن المنتظر أن يستقبل بعثة فريق سيمبا في مطار القاهرة وفد من النادي الأهلي للترحيب به كبروتوكول معروف من قبل النادي الأحمر في استقبال أي ضيف له. ويخوض فريق سيمبا ميرانو الرئيسي على استاد القاهرة الذي يستضيف اللقاء الخميس المقبل وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي ولكرة القدم كاف الذي ينص على أن يخوض الفريق الضيف ميرانو على الملعب الذي يستضيف المباراة قبل خوض المباراة بيوم واحد. يعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي اجتماع الأسبوع المقبل بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة من أجل مناقشة الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق في فترة التوقف الدولي بشهر يونيو المقبل. ومن المقرر أن يحسم البرازيلي ميكالي مع معاونيه تفاصيل برنامج الفريق في معسكر يونيو المقبل وحسم أطراف المباريات الودية الذي سيخوضها الفريق خلاله، خاصة بعد أن نهالت طبعا عليه العروض من المنتخب الأولمبي لمواجهته وديا خلال الأجندة الدولية القادمة. وسيطرت حالة من الحيرة على الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي بشأن مباريات الفريق في الأجندة الدولية لشهر يونيو المقبل. ويستعد المنتخب الأولمبي المصري للمشاركة في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية يعني باريس 2024 تقام في الفترة من 24 يوليو إلى أغسطس المقبلين. وكان من المفترض أن يشارك المنتخب الأولمبي في دورة تولون بفرنسا في شهر يونيو المقبل بمشاركة 12 منتخب بعضهم من المنتخبات المشاركة في أولمبياد باريس 2024، إلى أن اتحاد الكرة تلقى العديد من العروض لمواجهة عدد من المنتخبات التي تأهلت بالفعل للألعاب الأولمبية آخرها عرضين من الأرجنتين وباراغواي قبل أن يلتقي عرضين آخرين من اليابان وأوكرانيا. ويفاضل الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بين هذه العروض الأخيرة وبين المشاركة في دورة تولون بفرنسا خلال فترة التوقف في شهر يونيو المقبل. خليني بقى يعني أتوقف معاكم عند الخبر ده وأسألكم، طبعا روجيرو ميكالي ماشي بشكل جيد جدا مع المنتخب الحقيقة الأولمبي، ولكن إيه اللي محتاجه الفريق أو المنتخب قبل أولمبياد باريس 2024؟ يعني بتهيالي طبعا أنه طموحاتنا إحنا ما فيش خلاف على أنه حلم جماهير الكرة في مصر ان المنتخب الكرة يجيب ميدالية أولمبية. صحيح انه عدد الميداليات بتاع مصر في الدورات الأولمبية الأخيرة الحمد لله بقى يعني بقينا بنجيب، كنا زمان بنفرح بميدالية فضة ولا ميدالية برونز، لا أبطالنا الحقيقة بالذات في الألعاب الفردية يعني بقوا بيفرحونا بشكل كبير، لكن نفسنا في حاجة جماعية وبالذات طبعا كرة القدم. الجيل ده الحقيقة مؤهل وعندهم نجوم كتير، يعني هم رايحين وهم مش لعيبه معروفه، لا لعيبه عندهم اصحاب خبرات بيلعبوا في انديه كبيره، منهم متالق بشكل كبير جدا مع انديته، منهم متالق مع المنتخب الاول حتى، منهم لعيبه احترفت او خدت تجارب الاحتراف. الشكل اللي ظهر عليه في بطوله افريقيا باستثناء مباراه الفاينل قدام المغرب اللي هي بعتبرها استثناء ياهله انه يعمل حاجه، على الاقل ياهله ان احنا نراهن عليه في تحقيق حاجه في فنتمنى الحقيقه انه يخوض فتره اعداد قويه. اذا كان ليا ان انا اختار طبعا الارجنتين واليابان مدرستين مختلفتين جدا ومنتخبات قويه، اتمنى طبعا ان احنا نخوض التجارب الاكثر صعوبه بصرف النظر عن النتائج اللي حققها المنتخب، لكنك تحتكي مع منتخبات قويه ومدارس مختلفه هو ده المطلوب طبعا في فتره ما قبل الاولمبياد ان شاء الله شهر 7 اللي جاي ان شاء الله. الحقيقه ميكالي يا روزان عامل شكل كويس جدا للمنتخب الاولمبي بالزبط. وده يمكن كلنا نتفق عليه. يمكن انا واحمد كنا بنتكلم اوف اير عن صعوبه من سهوله المجموعه، انا شايفه ان المجموعه مش اصعب حاجه. احنا ممكن ان احنا نحقق ارقام كويسه، ممكن نحقق الحقيقه نتائج كويسه في اولمبياد باريس 2024، ولكن بقى يتبقى اختيار ميكالي للتلات عناصر طبعا اللي هيكونوا مشاركين فوق السن. ولكن الحقيقه ان احنا متفقين ان ميكالي اكيد هيحقق نتائج احنا يعني منتظرينها منه، لان احنا بناء على اللي احنا شفناه خلال الفترات الماضيه لتجربه ميكالي مع المنتخب الاولمبي انا عن نفسي متفائله خير ان شاء الله. انا مش هقول اسماء طبعا، هو صاحب القرار، لكن اتمنى انه، وتعالي نتكلم في ده مع نجومنا النهارده مريم، يعني بما انه الاولمبياد قربت
انه يختار مش بالاسماء، لانه في ناس تقول لك ايه اشوف احسن ثلاث لعيبه، يبقى محمد صلاح، يبقى الشناوي، يبقى فلان الفلاني. اتمنى انه يعني مثلا حمزه علاء الحقيقه مقدم مستوى كويس جدا مع المنتخب الاولمبي، فيشوف المراكز اللي ممكن يكون عنده قصور فيها ويختار اللعيبه اللي ممكن تملا له الفجوه او الجاب اللي موجوده في المركز ده افضل بكتير بس من الرهان على فكره النجوميه او الاسماء من وجهه نظري طبعا، لكن هو صاحب القرار الاول والاخير. اخر خبر بقى معانا النهارده، ينافس الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول على جائزه اجمل هدف مع فريقه الريدز خلال شهر مارس الماضي بهدفه الذي سجله طبعا في شباك برايتون في الفوز على بنتيجه 2-1 في المباراه اللي اقيمت بينهم ضمن منافسات الجوله 30 من بطوله البريمير ليج للموسم الحالي 23/2024. ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الاهداف المرشحه للفوز بجائزه افضل هدف خلال شهر مارس المنتهي، حيث ينافس الفرعون زملائه في 10 أهداف سجل منهم دراوين نونيز 4 أهداف وهدف للنجم كودي جاكبو وهدفين لزميله كلانتون مويسون. وصنع الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول مجد جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ما قاد الريدز للفوز على حساب برايتون بنتيجة 2-1، وساهم صلاح في الهدف الأول الذي أحرزه ليفربول بواسطة زميله الكولومبي لويس دياز بعد طبعا قبل أن يحرز قائد منتخب الفراعنة الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 65 من عمر المباراة اللي أقيمت على ملعب أنفيلد. ورفع طبعا صلاح كده رصيده ل 16 هدف في المسابقة هذا الموسم حتى الآن، ليتقاسم المركز الثاني في قائمة ترتيب هدافي البطولة مع دومينيوك سولانكي لاعب بورنموث بفارق هدفين خلف النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي. وبصفة عامة ساهم صلاح ب 35 هدف في 33 مباراة لعبها مع ليفربول بجميع البطولات هذا الموسم عقب تسجيله 22 هدف وصنعته 13 هدف آخر. كينج مو صلاح طبعا اسطوره كرويه، انا من رايي ان هي لن تتكرر في رايي بعد سنين كتير بقى، يعني بعد سنوات كتير. يعني خدي بالك لما التجارب الناجحه دي بتطلع بتكسر حاجات احنا ما كناش مصدقينها ممكن تحصل، والجيل الجديد اللي طالع بيشوف صلاح بيعمل ده بشكل عنده نفس الباشن طبعا، بس صلاح كان سبب في ده. انا اقصد انه يمكن ليه ما يتكررش، لانه هو كان سبب الحاله دي. بصي هقول لك حاجه، في مصر في نجوم جم في الكوره يمكن كورتهم وموهبتهم اعلى من محمد صلاح، دي حقيقة، لكن ما قدروش يعملوا اللي صلاح عمله، دي حقيقة، وده بسبب قدره صلاح على انه ما يوقفش عند حد، عوامل مختلفة، يتطور، يتاقلم مع ثقافه الاحتراف طبعا. وجه ما حدش يفتكر ان مشوار صلاح سهل على الاطلاق، والنجوميه والشهره شيء، والمعاناه والتعب اللي تعبه صلاح مش اي حد يقدر يعمله. فكره الاصرار، فكره انه يفشل ويقوم تاني، دي مش اي حد مهما كانت موهبته عاليه يقدر يعملها. فبالتالي وكم الانتقادات اللي بتعرض ليها في مشواره، يمكن كانت انا بصراحه طول الوقت بيبقى عندي علامه استفهام على الانتقادات اللي بيتعرض لها صلاح. اكيد اي حد، اي لاعب عنده اخطاء، ولكن السبوت ده اكيد طبعا، يعني ده يعني يمكن بسبب نجوميته الكبيره وبسبب ان هو اسطوره كبيره في عالم كره القدم، ولكن الحقيقه ان هو يعدي كل ده برضو يا احمد اكيد مش سهل، واكيد فكره ان هو يستمر على الرغم من كل ده ده شيء مهم الحقيقه. انا يمكن شايفه ان يعني محمد صلاح اعتقد عقليته هي اهم من موهبته، هي اللي خلت مسيرته بالنجاح ده. ويمكن مريم اتكلمت في نقطه مهمه جدا، انه كل ما النجوميه بتزيد بيبقى يعني النقد اكبر بكتير والضغط بيبقى اكبر بكتير، فاعتقد يعني صلاح اللي مميزه دايما هي عقليته. يمكن كذا تصريح طلع قدرته على التطور، يعني طبعا. يعني في ناس كتير جدا لما بيوصل سقف طموحها لنجاح معين بتكتفي، وده حصل كتير جدا مع لعيبه كانت ممكن تستمر في اوروبا تحديدا لسنين وسنين طويله جدا. لكن صلاح خدي بالك كمان لما تبصي لصلاح في قدرته على تطوير نفسه، الولد بيشتغل على نفسه وبيشوف ايه اللي ناقصه. صلاح اللي بيلعب في ليفربول النهارده مش هقول لك غير صلاح اللي ابتدى مشوار احترافه في بازل او في روما او في فيورنتينا، غير ليفربول السنه اللي فاتت، غير في ليفربول السنه اللي فاتت. فهو الحقيقه طول الوقت شغال على نفسه، واتمنى انه برده التجربه دي تتكرر، لانه انا ما عنديش شك انه في مصر في على الاقل 10 20 مش هقول لك 100 و200 10 20 محمد صلاح يقدروا يحققوا نفس النجاح. ما انا بقول لك يا احمد يعني حلو انك تبقى عارف اخطائك وتصححها. صحيح. دي عقليه كبيره، ويا رب نشوف يعني امثله كتير مصريه تشرفنا طبعا زي محمد صلاح. ودي كانت اهم الاخبار اللي معايا النهارده، ومبسوطه ان انا كنت معاكم النهارده. بشكرك جدا، نورتينا روزان. شكرا، كل سنه وانت طيبه مره ثانيه.